يعني بسمع في الغناء ومتابع كل الحياة ومن أشد المعجبين قبل ما أكون صديق أو زميل. أنا برضو من أشد المعجبين وأحترم يعني شخصية محمود عبد العزيز وأغانيه. ولا نساني
كل جريت معايا لحظة ما نسيتك ولا لساني وما بنسى وما بقدر ولا أحاول بعد يا ليل يا ليل يا ليل.
لحظة ما نسيتك ولا لساني مش مهم انتبه لها ولا مهمة جدا جدا لازم لا في واحد بصلي على طول يا يدي كنتيني وزيك. يعني أنا تعاملت مع الأخ محمود يعني اندهشت لمشاعره تجاه وطنه وتجاه شبابه وتجاه الناس اللي حوالينه، ودائما يتحدث عن البلد ويتحدث عن الوطن ويتحدث عن الشباب وأهمية أن يخرجوا من الحتة اللي هم فيها دي ليعبروا عن مشاعرهم تجاه وطنهم ولنستفيد منهم في طاقاتهم وفي حياته المفجرة في 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 حب البلد. وأنا بقول الكلام ده وأنا زول ملاصق لمحمود في الجانب ده، وده جانب بيكونوا كثير من الناس يعني ما لمسوه في محمود. 90% من الناس اللي بيستمعوا لمحمود الآن هم الفنانين الجمهور الشباب الواعي المتطلع، جمهور الجامعات الثانويات اللي بيعي رسالته تجاه بلد. لذلك نحن مع الخوف ده اتصلت بمحمود قلت له والله عندنا مشاركة في افتتاح استاد الإنغاز وافتتاح استاد مبدا، فقال لي والله انا رهني شارتك وانا موجود. قلت له يا محمود عندنا بروفة بكرة، وصراحة اقول الكلام ده للناس، كثيرين من الناس اللي حولي قال لي محمود ما حيجي. تفاجأنا في البروفة انه محمود اول زول موجود، ما موجود هو بس، موجود هو فرقته الكريمة دي، هو فرقته دي معاه ورهن الإشارة في كل المشاركات. شارك محمود جاء اول زول في البروفة، شارك بقوة، بل بالعكس يعني نحن بقينا نتفرج في محمود، محمود يصلح الناس ويصلح الموسيقيين والفنانين، أضاف إضافة كبيرة جدا لمشاركاتنا. وكان الشيء مدهش لما نحن مشينا الاستاد لقينا الجمهور كان بيجينا جمهور مضاعف. مكتوب علينا هواء مصيرنا فيه
يجر قلبه كثير حب